فلما رحت الرياض أتطلع إلى الدراسة الجامعية، ففي صديق لي اسمه عبد الإله السعدون كان رايح بيروت، فأعطيته الأوراق حقي والشهادات وقلت له سجلني في أي مكان، فسجلني في الحقوق وقبلت بالأمر ومشيت طبعا الحقوق بعدين. هذا عام كله 67، وبعدين طبعا انتقلت للجامعة، صرت أروح وأجي في الجامعة، فمشيت في الجامعة كنت أخذ إجازة لما يكون في امتحان أخذ إجازة شهرية وأخذ إجازة بدون راتب سنة شهرين، فعشان أروح هناك امتحن، وهذا صار كل سنة أخذ الإجازة هاتفاي بعد اتقل وقتها إلى جدة، وأنا كان علي أن يزور، لكن هو كان معتمد على أخوي أحمد، وأحمد رعاه، فأنا كان أروح وأجي وشيلت الأمور، وهو كان مقتنع بالحياة، حتى في آخر عمره ترك التجارة والعمل السياسي وأتقاعد. في المديرية العامة الصحافة والنشر تابعة لوزارة الإعلام، فكنت أشتغل فيها، وفي المساء أشتغل في مجلة الإمام، وفي المساء أذاكر عشان أختبر جامعة بيروت، يعني ثلاث فترات كلها شغل. فعملت طبعا نشاط في الإمام للأدباء، وهذا كان أول مرة في ركود أدبي، الأدباء الكبار ما يساهمون، فجاء محمد شتبي لي علي إيش رأيك نحركهم؟ قلت له طيب، فاتفقنا على إنه ننشئ اسم مستعار، وكان على مسمار.